الله تبارك الله، شوفي كيف اللحمة كيف ذايبة ما شاء الله تبارك الله. في البداية ننزل اللحم على الماء، بصل وفلفل بارد، قرفة هيل، فلفل أسود، قرنفل، نكتر عليه من ساعة ونص إلى ساعتين. أهم شيء نشل الزفرة، بعد مرور ساعة ونص نضيف الملح، بعد مرور ساعتين نطلع اللحم. ما شاء الله تبارك الله. ناخذ من مرق اللحم وننزله على معجون الطماط والقرفة والهيل والزعفران، ونخلط المكونات ونتبل اللحم وندخل الفرن للتحمير. العيش غسلناه وخرسناه تقريبا ساعة، والحين ننزله على مرق اللحم. ضبط الحشو حق العيش. في البداية نزل السمن على البصل، مباشرة ندخل بالليمون والزعفران والفلفل الأسود والكركم والهيل والقرفة، وأحمس المكونات ملح وماي وارد، ونحمس نحمس ثم بالزبيب. خلاص الكشنة جاهزة، وننزلها على العيش، نسكر عليه ونخليه ربع ساعة على نار هادئة. وهذا العيش ما شاء الله تبارك الله. هذا اللحم بعد ما طلعناه من الفرن، وننزل الحشو، وهذا شكل النهائي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله كيف درجة الاستواء، ما شاء الله تبارك، واللحمة ذايبة. Very very nice.